ايوه كده. لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقطه والعريضه دي عايش فيها بطولك فرضاني كله عاوز يبقى بالفلق. يا جدع ما تخمسش في وشي احسد مالي. بص وانت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض، عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا بايم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ افهم معايا موزه وعايز مكنه. اوعى بايم اوعى بايم لو سمحت، حد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها واشرب بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش بتصدقني؟ اه انا مصدقك يا بايم، انا بطمن على العقد اللي يكون ضاع. المهم بقى يا معلم الموضوع ده يفضل في السكرته، يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر يا بايم. لو منار عرفت سمعتي سمعتك سمعتي. حاضر يا بايم. اتفقنا؟ اه ما بيت اقفل دي بس. صباح يا صباح. مسا عليك يا ابراهيم. خلي ما تتكسفيش، ده بيت اختي وده اللي قصاد جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه، اصلي مدورها ومطرياها. قط النوم جوه في سرير بمله اخيرا حمدت. يلا روف اعمل الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سكرتين ملفوفين. يا طاروخ معلش يا ابراهيم، المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك، بقى بيت ضعاه. الشغل بره وبعيد. يا روف يا جدع بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل، انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قومي يا بنت رشي كتتك بشويه ميه. طريها طريها. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتاخرش يا اخ ابراهيم. فريق وحدك بتشتغل ايه؟ يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايبي الدار فين 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 فين؟ في ايه يا حبيبي؟ اشتغلي ايه؟ صوصك في بيتك يا ابراهيم، ازاي تتجوز الاشكال دي؟ على فين يا جدع انت؟ طالع بيت يا جدع. بيتك فين؟ عند الاستاذ رؤوف. وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى، انا شيل رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بالف سلامه. هتلاقيني رايح جاي، معايا ضيوف، معايا ناس. حكيت معايا هديك 100 قلم. هو على ايه؟ انا اذنك. ما هو جه سبع بومبا. استنى بتشتغلي ايه؟ طيب عملت ايه؟ ايه رايك في ايه؟ مش فاهم حاجه يا بايف. ايه؟ مش مشكله، خد ساقع البيره دي. لا انا بحب اشربها سخنه عشان بتفكرني بالشوربه. بعشق دماغك. حول ولا قوه الا بالله، ربنا لولا انها مراته اللي كنت طلبت له البوليس دلوقتي. خش يا مياد خش، خد راحتك على الاخر. بس بيتي. ايه ده؟ مسا مسا رؤوف. مسا النور يا سيدي. يا جدع انت لغين، عيش معايا اللحظه. اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. ايوه كده. قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ اتجوزت. امال فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت برضه، مش كانت واضحه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. انت عايز خد البيره دي ساقعه، اعمل معاها الصح. الله يخرب بيت منار واليوم اللي شفت فيه منار. بتقول ايه؟ مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا رؤوف. تعالى يا هاني. خد يا حبيبتي. هتبرق البيت بيتك، خد راحتك على الاخر. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. هات سقع لك البيه، هات سقع لك البيه. الله يخرب بيت رؤوف وبيت اليوم. بتبطل تقولي يا. لا بقول مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا مدام. على الفرح. صح يا منار، نفسي نتجوز بكره الصبح. كتير قوي اسبوعين. انا مش عارف اعيش في البيت يا منار طبعا عشان انت مش فيه. يعني ابراهيم بيقول لي ان كل يوم سهران عنده.
رؤوف اوعى يكون ابراهيم بيعمل حاجه كده ولا كده، انا عارفاه ده مجنون وطايش. لا روحي، مجنون وطايش على نفسه يعمل ايه؟ اسال ابراهيم قول له من هو رؤوف. استنى، ناقص ودي نمره من المانيا. الو يا تيتا، ازي حضرتك؟ حضرتك يا مصر بكره؟ معلش سؤال، يعني طيارات فرانكفورت وصلت كله كاب خرجوا الا تيتا اللي هي جدتي، تفتكر في ايه؟ طالما الطياره جت بالسلامه تيتا هتيجي بالسلامه هي كمان، مالك على الامن ايه؟ حضرتك فاهمني غلط خالص، يعني بس سوري انا اسف. امنا طيارات فرانكفورت وصلت وهي ما جاتش. اه وشك حلو طول عمرك رؤوف. يا رؤوف ولد، يا رؤوف ولد، يا رؤوف. اه تيتا، ازاي اكلم طنطك بهيره بالصدفه تقول لي ان رومان مات؟ يا تيتا هو ربنا، كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم العربيه. حاضر. يلا صباح حضرتك. اتفضل حضرتك. قول لي يا ولد، هو ماتت؟ مين اللي خبط العربيه؟ ربنا الله الله يرحمه. امان امان، ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده موجود يعني بعدين، يعني اديني حاول وكلاب. لو تقام لو تقام. نورتي مصر يا تيتا. اخرس، انا روحي في مناخيري. عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. قال عملوا كل حاجه في البلد ونظفوها وخايفين من الكلاب. انت بتخاف من الكلاب يا ولد؟ لا حضرتك لا. انا بستغرب جدك لغايه النهارده ما جوزكش ليه؟ انا ياما قلت له، كنت عامله حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناويه تجي على المانيا امتى؟ انت تخرس خالص. مفيش حاجه انا بقولها لحضرتك مستعجله الف واضع مطار. اخرس. حاضر. خلى ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه ارتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان؟ ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا، يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. مره ويا هاني، الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم، انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح، طول العمر ليك يا هاني. ايه في البيت ما شاء الله. الله. العماره بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق يا تيتا زفت. سليمان. نعم يا هاني. عايز اجتماع مع سكان العماره في اسرع وقت. حاضر. سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت. اتفضل يا تيتا. يلا جوبل. اتفضل يا تيتا. اتفضل العماره نورت. مصر كلها نورت. الله، انت سايب التلفزيون مفتوح؟ اوعى كده، اوعى من قدامي. يا ابني ليه يا رؤوف؟ انت ليك في العتاقي؟ دي هتبقى مذبحه يا شيخ. مذبحه. ميزه ميزه رؤوف. ماي جاد. جرايه يا موز، ما تدخلي مع صحباتي. اخس عليك يا فايم. دبل قاعد. الست دي كدابه. اخرسي. قصدي ما تتكلميش غير لما اقول لك يا شويه. يا راوي هانم، الموضوع مش بالسهوله اللي انت فاكراها ديت، يلزم له ادله وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعة بالموبايل مثلا؟ اصور؟ اصور ايه؟ قلت لك شفتهم بعينيا دول. انا مش منقوله من هنا الا ما تدخلهم كلهم في التخشيبه وتدور على النجل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راويه، انتوا مش بتاخدوا في المانيا المواضيع ببساطه برضو؟ مش عرفك ان انا كنت في المانيا؟ ما انا والاستاذ رؤوف عشره قديمه، قابلته في لجنه قبل كده اهوت وهو سايق عربيه حضرتك. تبقى انت اللي خبطت عربيتي. شكا واحد ظابط، حضرتك جبت من الاخر بصراحه. ممكن كلمه على مفاض؟ ثانيه بعد اذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمر غلط. حضرتك الظابط، انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبه من هنا للصبح، نقعد بقى في التخشيبه نفكر في اي جريمه. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمه موجوده، انا المسؤول عن اللي حصل في الشقه بالبنات دي كلها. ايه راي حضرتك؟ لكن مروح انا مش عايز اروح. عايزك تتاكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن، وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم. وانا كان نفسي اساعدك واحبسك. معلش يا رؤوف، خد تيتا وروح. ارجوك مش عايز اروح. اتولدت قصير وقلنا ماشي،
يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجة. بيقولوا الدكاترة إن القصيرين دول عندهم ذكاء خارق، لكن أنت طلعت أهبل. دي حاجات بتاع ربنا يا تيتا، مش نتدخل في شؤون ربنا. طلعت عينينا في الدراسة ونجحت بالعافية، وهو بقى عندك 40 سنة ومعرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة. سبحان الله تيتا، حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أجاجع حضرتك فيه. يعني ايه هو يا ولد الموضوع اللي انت عايز تكلمني فيه؟ حضرتك تتحطب، بس مش عايز حضرتك تتعصبي عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفه يعني، وبعدين عشان اعصاب حضرتك. في ايه تيتا؟ ايه اللي قلب الصوره دي؟ حضرتك احنا قلبناها عشان نحافظ عليها، يعني دي صوت حضرتك، دي صوت حضرتك. تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب، وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان. تيتا تتهاوية تتهاوية. موتت فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده يا ابو ربيع؟ ابو ربيع. ابو ربيع مين يا تيتا؟ ابو ربيع الله يرحمه مات دلوقتي، في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله. ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. اهو ربيع ده منظر مدفن ده؟ يعني الشوارع مش نظيفه قلنا ماشي، ناس قابله تعيش في القذاره قلنا ماشي، لكن خلاص ما عدناش بنحترم لا احياء ولا اموات. الله يرحمك يا امان، الله يرحمك. ما تسترجل يا ولد، اللي زيك في ألمانيا رئيس وزارة، يعني بيحكم بلد بحالها. هنا ما بيدوش فوسع حد يا تيتا، حضرتك عارف. اخرس خالص. حاضر. اسمع يا ربيع، انا هاجي الاسبوع الجاي وهبص على المدفن، اذا ما عجبنيش هدفنك هنا. سوري تيتا، بعد اذن حضرتك. يا ربيع فوق يا ربيع فوق. انت تخرس خالص. حاضر يا تيتا. يلا نجر قدامي. حاضر. نجر. سوري. ادعك كويس، ادعك كويس. حاضر يا تيتا، بدعك اهو. البلاوي تيتا، كنت عايز اكلم مع حضرتك. روح افتح الباب. حاضر. افتح الباب. حاضر. بس حاضر. اتحرك. حاضر يا تيتا، صابون في ايدي. رب ارحمنا بقى. يا نهار اسود. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. الحمد لله. منو ازيك؟ انت عامله ايه؟ ايه انا مش هدخل ولا ايه؟ مش تدخلي يا منو، مش تدخلي، اصل يا تيتا خرجت مش عارفه راحت فين. وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاسي قوي يا منو. مين يا رؤوف؟ انت بتضحك عليا يا رؤوف؟ انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح؟ لا لا مش هقولها، يعني استني شويه يا منو. انت ناسي ان فرحنا فاضل 10 ايام؟ هتفضل لغايه امتى جبان؟ مش عارف. مش على الباب يا رؤوف. لا تيتا، ده الزبال ده ياخد شهيه يا تيتا. سوى منو، سوى ان شاء الله بل، ان شاء الله بل، ان شاء الله بل. رعد جوبلز في الزوم، جيب طبقك يا حيوان. حاضر يا تيتا. عامله لك بقى شويه مكرونه بالخضار هتاكل نفسك وراها. انا عارف ان هو يوم زي الزفت، حضرتك عارفه ان انا بكره المكرونه دي. هتاكلها وبعدها بقى هتلبس وتتشيك علشان هنروح عند طنط بهيرة، فاهم يا حيوان؟ تيتا سوري، يعني سوري، اسف، يعني مش ملاحظة حضرتك يعني ان الكلاب بتنتهيهم بأساميهم، وانا طول الوقت حيوان حيوان. اذا كنت انت حيوان ربنا من وقت عنك ما طفح، اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. مش قلتلك يا بهيرة هانم، سالي مش ممكن تنسجم الا مع كلب ألماني زيها، الدم بيحن. بقول لحضرتك ايه يا تيتا، هو ينفع كلبه مصريه تتجوز كلب الماني عادي؟ اخرس.
ده احنا جبنا لها كذا كلب عضتهم وعورتهم تصوري. لكن شوفي منسجمين جدا مع بعض. هاي يا طنط. هاي يا حبيبتي. انا فيروز. اهلا يا فيروز، كبرتي. ده انا سافرت وانت لسه بتلعبي في الجنينه. رؤوف فاكر فيروز؟ مش فاكر حد. فيروز مضيعه وقتها كله في القرايه والعزف على البيانو والنت. ما شاء الله. طيب ما تعزف لنا حاجه من شوبان يا فيروز؟ طبعا يا طنط. رؤوف برضو بيعرف يلعب بيانو. ما بعرفش العب ولا عايز العب. قوم يا رؤوف. ما بعرفش يا تيتا. قوم يا رؤوف قوم. انا كان زهقان. قوم يا حيوان. بعد اذنك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. شكرا. فين البيانو ده؟ اهو. فين؟ اه. استغفر الله العظيم. هوب بيانو اوف. ايه المزيكا زي الزفت دي؟ ايه ده؟ ماشي عشان عندي صداع اساسا، خلينا قاعدين شوية وهنمشي انا والتيتا ان شاء الله. احسن. ايه يا برنس؟ برنس؟ على فكرة جدتي وجدتك دول بلح. بلح؟ حوار جواز الصالونات ده بطل من ساعة ما عمرو دياب كان بيعمل حفلته في العجمي. اه ما تهميش ما تهميش، القعدة دي مش لجواز ولا بتاع، ده هما شويتين كده بيشوفوا الكلاب ونتكل على الله. في ايه؟ يا واد؟ انت رؤوف وحنين كده على طول؟ ما تضم كده وخلي العدالة تاخد مجراها. يا نهار اسود ومنيل على المفاجأة فوز. ايه الكلام اللي مش لاقي ما اعرفش بيكوا ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا اللي بقوله؟ لا انت شكلك مالكش فيها بقى. بص انا اسمي على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اصلا، وجاي ورا شويه واتكلمي بصوت عالي عشان احنا شويه وهنمشي من عندكم. احسن من المصحف قومه بضحك قدام ستي. هي فكاكي شايفه يا روحي عليهم يجننوا. لايقين على بعض هما الاثنين يا حبايبي. طب بطل بقى ويخرب بقى. لا انت شكلك كده عايز تفك. ما تيجي نضرب جونتين في البلكونه يمكن العلاقة تتطور. انت بتشرب مخدرات؟ ايه مخدرات؟ تتطور ولا انت تخين ولا ايه؟ لا ما تقطعيش في الكلام، ممكن ما احتمكيش. لا ده انت مالكش في الطيب. احتمي نفسك وقت تفتكيني طيب. الله ما شاء الله، انتوا انسجمتوا قوي مع بعض ما شاء الله. ما شفتش اظرف ولا اوائق من الانسه فيروز بصراحه يعني. بس خلوها يا عيني مسكينه عماله تشتكي ما عندهاش فيسبوك، خليها تدخل يعني تدخل في الحياه بتاعت النت اللي فاصلنا ان شاء الله عشان تدودح شويه. مش معقول كسوفه، مش معقول. يلا يا تيتا، يلا يا تيتا نتوكل على الله من هنا. اذا كانوا الكلاب عملوا حاجه غصب عنهم فانا ارفض. اتجوزت من ورانا يا ولد. ربنا حصل يا تيتا ربنا. ده انا تبيت حضرتك عامل كده ازاي يعني؟ هو حضرتك انت يا ولد انت. حاضر يا تيتا. هو مجرد تعارف، تعارف يعني. اصل منى دي زميلتي في الشغل، وزي ما تقول حضرتك كده بصراحه يعني انا رحت وقعدت مع اخوها، قعدنا في البيت يعني عادي كرجال قاعدين مع بعض يعني. ايه خلصني. حد ما حضرتك عمال زعق لي وده عمال يعمل لي. اخلص. حاضر حاضر. قعدت مع اخوها وقلنا فتحه. ايه؟ قريتوا الفتحه؟ انا وباين. من ورانا يا هبل. واللي اسمها منار دي ابوها بيشتغل ايه؟ الله يرحمها ويحسن اليها. وامها؟ الله يرحمها ويحسن اليها. اوه وجدها؟ جدها بيعمل ايه؟ جدها يعمل ايه؟ الاثنين الله يرحمهم، هو كمان الله يرحم الله يرحم. ايه العيله دي؟ لا يا تيتا ده ليها اخ اسمه ابراهيم. يا تيتا لو شفتيه ابراهيم طيب طيبه زي الامهات. موهم، عفوا موهم. والمرهم ده بيشتغل ايه؟ خلصني. ابراهيم ابراهيم بيشتغل. انت حد يا تيتا؟ ابراهيم بيشتغل في الديكور يعني بيعملوا ديكورات. حيوان. انا ولا ابراهيم؟ انت طبعا. هو في حيوان غيرك؟ شكرا يا تيتا. ممكن نعم ممكن اقوم عشان حاسس ان هيغمى عليا. يلا في 60 داهيه. تشك اب. مش عايز اشوف خلقتك. حاضر. لو تقام لو تقام شويه كده ولا كده. الله يخليك. الله يسلمك الله يسلمك. بتعرف الاشكال دي منين يا ولد؟ يا تيتا انت عارفه حضرتك الناس اللي بعضيها والمصريين بيحبوا يعني يسلموا على بعض. حيوان. شاكين او اتفضل حضرتك. اهلا 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 اهلا. وانا اقول الحاره منوره اللي زي جزر ابوك. الله يخليك يا معلم. زي جزر ابوك. شاك منور الدنيا. الله يخليك. ايه الحلاوه دي؟ الله. لا ما اقدر ما اقدرش مش هقدر مش هقدر مش هقدر. سوري سوري. اتفضل حضرتك.
طب تعرف الناس دول كلهم منين؟ انت تبقى مواصلين كلهم يعرفوا بعض. يلا يلا حاضر. حصلت لنا البركه. احب اعرفك بالعيله. انا ابراهيم مصلحي، والباشا المتوج ده الانسه منار مصلحي، اختي موظفه كبيره قوي في سوبر ماركت كبير قوي، شغاله مع رؤوف، اكيد حضرتك عارفه يعني. اما انا بقى وعاوز بالله من كلمه انا، قسط نقاش كبير قوي، قسط نقاش من اللي بيتعدوا على الصابع الايد العشر. نقاش؟ بلاش تواضع يا ابراهيم، ده ايده تتلف في حرير. جرايه يا حاجه، وماله نقاش لا مؤاخذه. انا ما قلتش حاجه، الشغل مش عيب. بس انا متاكده ان انا شفتك قبل كده. جرايه يا رؤوف. حضرتك يعني يخلق من شبه بعين، كل الناس تقول كده صح ولا لا؟ وبعدين حضرتك اسيبايم يعني ملامحه مصي قوي مصي قوي. يا تيتا ارجوكي خلينا نركز في الموضوع اللي احنا جايين له. احنا جايين نخطب البنت دي، مش جايين يا تيتا نشبع عباشا. عموما الراجل اللي انت عايز تجوزه اختك ده، ده راجل خايب ما يعرفش يشيل مسؤوليه نفسه. اذا كنتوا عايزين ترموا بنتكم جوزوها له. يا تيتا ارجوكي خليكي محضه خير لو تقاومت. لا مفيش خير. خير ايه؟ انت عماله تبيع وتشتري فينا ليه؟ جرايه وليا. وليا بس انا عرفت شفت البقف ده فين. بقف يا اخي، ما تحترمي نفسي. لا يا جماعه صافه منار. ايه بلاش مشاكل يا ابراهيم. صل على النبي. تنسى حيوان قدامي. يا حيوان قدامي. عره عره عره. مين يا دلعادي؟ ابراهيم بس بقى. خلاص يا منار. البنت دي مش هتتجوزها. حظك قليل طول عمرك. عايز تمرمط اسم العيله يا حيوان. عيله ايه يا تيتا؟ ما العيله خلصت، ما فاضلش غير حضرتك وعبيه دي. اتفضل دور. استغفر الله العظيم. ما في حاجه في الظروف حضرتك. ليه دي جدتي ليك فينا يا حضرتك؟ انا بطمن. ما انت مش بس الفضول، بحب احبش الفضول. لو تقام ناس يا مش هقطعك شقط شكي او بتحرجني على فكره. معلش معلش معلش. يعني انت عايز استنى لغايه ما المره دي تموت؟ ما هو ايه واعي انها جدتي؟ ايه اللفظ ده؟ بص يا انا كده زميلي ليه حق عرب، واخد حق حرفه واصوليه. انا استعملتك بصراحه كتير قوي يا رؤوف، وده ضد طبيعتي. ليه بقى؟ على اساس انت برضو جوز اختي المستقبلي. شيء ايه اخوك؟ بس اسمع يا رؤوف، الفرح لو ما تمش في خلال اسبوع يا رؤوف، يبقى راسك انت والتت هتعلق على باب حارتنا وبالعشوره بتاعتي. ابا ايه احنا في مكان عام يا جماعه. عندها يلا قوم يا بيت. يا استاذ ابراهيم اهدى. اقعد يا امشي يا منار.